جاك جاك فولو مي اتبعني ايها الخنيس. جاك درومي ارسمني وين without my clothes. ارسمني وانا عارية. واتجب على بسة واحنا لسه هنرسم يا موزة. واتجب على التليفون. ما انا ممكن اخدك بموبايلي. اوكي but no youtube. اوكي ذا شمبريك داون. السفينة تغرق. ذا شمبريك داون. السفينة تغرق. Where are you, Jack? Swim. استخدمي هذه الخشبة يا روز. Okay. اصمد بجانبي يا جاك. جاك. اصمد بجانبي يا جاك. The water is cold. إنني أتجمد يا روزا. I know. إنني أعرف. Space please. افتح لي مجال بجانبك ما تبقيش أنانية. أجمل. فسيحة يا ابن الفلاحة. أرجوكي مكان ما تبقيش زبالة. No space. One space only. هو هو مكان واحد. أنت فاكر نفسك في بيجو؟ I can't swim. إنني لا أستطيع العوم. فكار. فشار. يا بقى. إسماعيل سيف الأسطول البحري. صح يا عم. صح. عامل إسماعيل سيف في فيلم أجنبي. إيه المشكلة كوميديا بالإنجليزي. كوميديا بالانجليزي. بس انتوا الاثنين بتمثلوا اسبل من بعض. احلى حاجه الترجمه صراحه. بقول لكم يا جدعان ما تروشيناش بقى. فين ابوكو؟ يا ظلامه يا ظلامه يا ظلامه. توفيق يا ظلامه. توفيق بعدنا ريحتك وحشه يا توفيق. سايبين ابوكو بيموت جوه وقاعدين بتلعبوا افلام يا ظلامه. يا عبو انت مالك؟ دي مشاكل عائليه. انت خدام هنا وبس. بتف عليا يا ابن عمي وتشكر يا ابن عمي. حد هيتف تاني؟ في ايه يا احمد؟ انت معصب نفسك كده ليه؟ بكره نورس ونطردهم من هنا طردة الكلاب. تطردونا يا ولاد عمي؟ هي دي الاصول. اصول ليه؟ انت عامل لي فيها مسكين؟ كفايه الحكايات والذنب اللي بتقعد تقول عليها البابا ليه علينا احنا؟ لغايه ما كرهنا. احنا ما بنفقعش الذنب في حد يا رشا. عيب. يا سلام يا اخويا. رشا وال... مين؟ والبرشامل مين رشا دي فعلا؟ يا سلام يا اخويا والبرشامل اللي احنا بنضربه والحاجات اللي بنعملها مين اللي بيقولها البابا مش انت؟ الحاجات دي حقيقه انا ما بفتريش على حد يا ابن عم. يا فتان. يا فتان. يا فتان. بتتريقوا عليا يا اولاد عمي. متشكر يا ولاد. وسع 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 وسع. بتف عليا انت كمان. متشكر يا ولاد عمي. بس يا جدعان تماما كان برضه ابن عمنا ما ينفعش نعمل فيه كده. خد يا توفيق انت صعبت عليا. انا هعمل معاك حاجه من الاثنين. يديك فلوس يديك موبايل الجديد. يا بخيل عمرك ما هتديني فلوس. اديني الموبايل. زيرو 10 12. بتحفلي عليك. بتحفلي عليك. بتحفلي عليك. بتسيبوني عشان معاكوا فلوس يا ولاد عمي؟ ايوه. اشوف فيكوا يوم يا ولاد عمي، اشوف فيكوا يوم. ده انتوا بتأذونا من زمان، ده انت بتأذينا انت وامك من زمان قوي. امي؟ امي كانت بتأذيكوا؟ ايوه. طب اسألي رامي. انا امي دي يعني كانت بتردع رامي اكتر ما كانت بتردعني. والله العظيم اسألي رامي. كانت بتردعني لبن مغشوش. بس بالشوكولاته. ما تنكرش. كانت بتقعد تشرب ميه طول ما هي بتردعني. اللبن باظ. يعني تموت من العطش عشان انت تكبر يعني. ليه كده يا اولاد عمي؟ عموما انا هنام دلوقتي مظلوم. ويا بخت من مات مظلوم ولا باتش في الظلم. توفيق استنى. توفيق استنى. توفيق قول لي دلوقتي هو مين مع بابا جوه؟ المحامي عزت يا ظلمه. محامي عزت جوه يا ظلمه. اشوف فيك يوم. اشوف فيك يا رب. يا رب يا ظلمه. اطلع بره يا جدعان عايزين نخلص بقى من الموال دوت. طب ادهل لنا المحامي ده يا عم. قال اسمه ايه؟ عزت. عزت يا استاذ عزت. يا استاذ عزت. ايوه ايوه ايوه.
ايوه اهلا 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 وسهلا. انتوا ولاده بقى مش كده؟ اه بقول لك ايه، خلص عشان احنا مستعجلين وعايزين نمشي. 60 ده يلا تكل على الله. خد يلا. احمد رايح فين يا عم؟ سيبني استنى بقى نشوف هيقول المحامي. الله 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 الله، يعني اللي ابوكوا كان بيقولوا عليكوا طلع صح بقى. ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان انتوا عيال زباله يعني. الله، انت جاي تهزقنا بقى ولا ايه؟ لا انا همشي يا عم. تعالى. ولا ولا ولا، انا قلت لك امشي. جري يلا جري يلا. هتستطول نفسك ولا ايه يلا؟ اه لسه بتبرشم؟ دخلت على مرحله الكله ولا لسه؟ لا لسه. اه وانت يا اموره؟ نعم. اخبار البارتيتا بتاعت القمار ايه؟ اه اه ابوك قايل لي على كل حاجه. وانت يالا؟ ايه انت؟ اه انت السكري. ماشي ماشي. وانت ايه لسه بتصاحب الستات الكبار وتاخد فلوسهم؟ انت ناقصك فلوس يا ده. ايوه بحب الفلوس، احنا عيال كلنا بنحب الفلوس، وبعدين انا ممثل وممثل شاطر. انت فاشل يا انا فاشل، ده انا لسه مدرب احمد الساعة على اخر الدور بتاعه. انت كومبارس يالا، انت بتطلع بظهرك ب10 جنيه. انت عرفت؟ اه عرفت طبعا، وريني ظهرك اهو. نص الافلام طالع بالظهر عادي جدا ب10 جنيه يا كلب. طبعا طبعا، اللي قال لك على الحاجات دي ولاد عمنا الحقودين الزباله. ولاد عمكم ما قالوش حاجه، البلد كلها عارفه عنكم كل حاجه، وابوكوا كمان متضايق جدا، عشان كده ابوكوا قرر قرار مهم قوي. بس عرفت، ابويا عايز يتجوز، انا طالع بتاع ستات لابويا، انا عارف. انا بقى اشوف له واحده كبيره في السن من اللي بمشي معاهم، من اللي طلعوا البرد من الجده. يا ابني ابوك مش في دماغه الكلام الفارغ ده. امال في دماغه ايه؟ ابوكوا هيوزع الورث بتاعه. ايه ده بجد؟ أيوة. وهو حي كده عادي؟ او هو حي. طب حلو. اي وجايبني بقى مخصوص عشان اظبط الورث وكل واحد يعرف نصيبه. ايوه بقى يلا اورث بقى يلا. عارفين هيوزعوا ازاي؟ طبعا زي ما الشارع بيقول عادي. بالظبط. الولد فيكوا هياخد 10 مليون اوبا، والبنت هتاخد 5 مليون. بس الكلام ده في حاجه بسيطه هتحصل. ايه يعني؟ الولد في ولاد عمكوا هو اللي هياخد ال 10 مليون، والبنت هي اللي هتاخد ال 5 مليون. يعني توفيق هياخد نصيبك، وانت التاني إيه؟ وبرضه الولد التاني مين دول؟ ايوه ادي دول ايه؟ وانت عارفه مين هتاخد نصيبك طبعا. اساميهم ايه؟ انا عارف. المهم يعني كل ولا هنصنع بعض في الكلام ولا ايه؟ شخصيته قويه قوي. ايوه اللي هو ربيع وكريم. خلاص فهمتوا؟ ماشي ماشي. بس الكلام ده لمدة شهر. لو ظبطتوا نفسكم مع أولاد عمكم وظبطتوا نفسكم مع أبوكم، أنتوا ما بتزوروهوش بقالكم كتير، ساعتها الفلوس بعد شهر هترجع لكم. خلاص أوكي، بعد شهر نستنى بقى وناخد الفلوس. ما لا 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 لا، الفلوس هتتصرف بكرة إن شاء الله، أنا واخدهم معايا البنك، كل واحد هياخد فلوسه لمدة شهر. ظبطوا نفسكم وبعدين قابلوني بعد شهر. سلام. سلام. إيه ده؟ يعني ايه ولاد عمنا ياخدوا رسانة؟ يا جدعان دول هيصرفوا الفلوس على طول، دي عيال حقوديين وانا عارفهم. طبعا هيخلصوه في خلال شهر او اقل من شهر. يا جماعه هنخلصوا ايه؟ دي ملايين ملهاش اول من اخر، هيخلصوها في شهر. يا هبل، ما انت بتخلص بال 2 مليون جنيه في الاسبوع. بقول لكم يا جدعان انا جات لي فكره. قول. بصوا احنا مش هنمشي من البيت ده، احنا هنفضل قاعدين لهم هنا، وكل واحد فينا يقفش واحد، ولو حد فيهم حاول يجيب علبه سجاير نشربها. ايوه اتفقنا. ايه يعني نمنعهم من صرف الفلوس يا غبي ونهودهم لحد ما الشهر يعدي؟ اهو ما الراجل فاهم اهو. ماشي. هم هيروحوا بكره الصبح مع المحامي عزة، اول ما يرجعوا من البنك يلاقونا قاعدين لهم هنا. قاعدين لهم هنا. اتفقنا. 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 اللي راح 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 راح. تياترو مصر. اللي راح 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 راح. مع السلامة يا فلوس. يا غالي عليا يا شعراوي يا ابويا، يا شعراوي يا ابويا، يا اجمل هدية من امي وابويا، يا شعراوي يا حبيبي، يا شعراوي شعراوي يا ابويا. مولاي يا مولاي. انت مين يالا؟ انا حمامه بتاعت الفولاد. يا بطل الرجاله يالا.
يا بطل رزالة يالا. يا ده انا هنعمل ايه طيب؟ خلاص انت بتضيع وانت قاعد بتهزر. انتوا عمالين تهرجوا كده ومفيش حاجه في دماغكم؟